ها ايش بتسوي اذا صار كذا؟ افقع وجه. انا ما ادري يعني ما ادري ايش الفايروس اللي في البرنامج ذا كله ابفقع وجهه ما بيشوف العين ابضربه ما عاد ما ادون الحق اليدين مصطلحاتكم غريبه ايش في السالفه؟ بكون صريح معك يعني 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 احنا موعودين في هالنسخه انه في مضاربات وفي مشاكل ان شاء الله. احسن عشان يكون في منافسه وحماس على الطري منافسه وحماس وشو انت محب للشو طبعا احب الشو طبعا انزل في لا فسر لي ايش معنى تحب الشو في الايش ايش معنى تحب الشو يعني احب الشو انه اسوي شيء يجذب الناس ايه ملفت الانتباه يكون مفيد مو شرط انه يعني يكون سلبي ولازم يجد سم محمد العمره بس اللي يتكلم انا من كثر الحماس في فقرتك والله ودي اجي في محل الطاوله هذا والله كذا الاسئله احس انها تكفى عندك عندك الرجال ابشر حطها جوبه مضبوط على على فكره لا انا بكون صريح انا ما احب على فكره طبعا من من سيره البرنامج الفتره الماضيه في صراحه عنده حلو لكن حساس هذا اعتقادي وجهه نظري فاحنا بنشوف هذا واصل كنت تتكلم عن الشو تقول احب الشو اي الشوب الاشياء المفيده لا مو بالشوب الشوب الشو ايه ادري يعني. الشوب هذاك الحر لا ترى انا دارس في بريطانيا يعني عندي لغه ترى. حلو طيب بس انت انا سمعت الشوب طيب حلو نرجع ترى طبعا مو بكل واحد راح بعثه لغته كويسه صح يا غازي صح لا لا بس انا بسال غازي عن هالنقطه قبل بعدين ارجع لك مو بكل واحد راح بعثه يكون لغته كويسه صح صح مثال ها كم قعدت 11 شهر الى 10 شهور تقريبا ولغتك مو كويسه مو بذاك الزود شفت شفت معانا انت يا اخ اي كلمني الرجال لا بس شفت ايش قال الرجل لا ها لا ايش قال بركز اللي قالك كم قعدت وين رحت انت امريكا امريكا كم قعدت فيها 11 شهر الى 10 شهور تقريبا ولغتك مو كويسه مو بذاك الزود شفت يعني مو بشرط رايح بريطانيا لغتك كويسه يعني بس انا استفدت هو يمكن ما استفاد طيب نرجع لموضوعنا تحب الشو ها تحب الشو ثلاث مرات تسالني اي ما جاوبت ما إيه؟ كملت سالفتك احب الشو وبس بشيء مؤثر مفيد مو الشوك يا ابن الحلال شوك شفت عندك مشكله في مخارج الحروف انا سمعتها شوك إيه وسمعها شوك لا صادق انا لساني ثقيل ما في مشكله سم واصل لا نفس السؤال لا واصل جوابك ما قلت احب الشو بس كذا احب الشو اذا الحين مثلا ابغى اسوي شيء الاثاره مؤثر. الاثاره يعني مثلا بسوي مشهد إيه؟ بس مو مشهد عادي لا يكون في شيء مميز او شيء يبهرك كذا ايوه هذا شو بطابع ايجابي طيب انت تبحث عن الابهار اكثر من المحتوى صح تعتقد هذا شيء ايجابي ولا سلبي ايجابي ايجابي ايه اترك الجواب للناس غازي ليش 11 شهر وما استفدت يعني لان الغربه صعبه عطوا 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 مهلا خلوه هو يفكر بنفسه الغربه صعبه شوي كانت صعب صعب عليك جدا ومشاكل والاشياء اللي صارت لي هناك كيف أصعب يعني. كيف بتتعامل مع الثلاث شهور هذه كيف بتتعامل مع الثلاث شهور شكل من اشكال الغربه ترى ما في لا الوالده ولا لا الوالد إن شاء الله ولا أنا اخواني دام اني بين الرجال دول انا اخواني دول كلهم متعود عليهم سواء في شقه بنمناهم وجمعهم اي بس بس عادي. بس ترى في تقاطعات بين الغربه وبين هالبرنامج انت ترى هنا بدون جوال احسن شيء منعزل عن العالم الخارجي يعني مثل ابن عمره ما يدري ان النصر فاز قبل شوي لا اي فاز فاز على الشام مبروك ف 1-0 ف